أذن على بركة الله وتوفيقه وحول الكريم أيها المتابعون، نتوصل بمسار أشواطنا من هذا الموقع التراثي ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. يسير الشوط الثاني ويعتبر أول أشواطنا للأبكار المهجنات الأصيلة سن الثنايا، حيث نذكرنا بالمسافة ونرحب بكل المشاركين. نعود بالتهاني وناموس، تابعنا الاشعار بن فلاج الذي قدم عرض يشكر عليه باول رحله الابكار المحليات الاصيل. شكرا يا ابو حمد على هذا الابداع. ننطلق بشوط المهجنات الذي لايق الهميه، ونرحب بكل المشاركين. نسير مع المركز الاول، نتابع اميره على مقدمه الشوط، يرافقها جاسم بن عامر بن سعيد المشايخي الذي يتقدمونها للسلطنة بمسار أول الاندفاعات، بينما نعود مباشرة إلى وصايف. يتقدم عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي يرافق المستوى الثاني، بينما نعود مباشرة إلى المستوى الثالث. حتى هذه اللحظات الكل واصل، ولكن نتعرف إلى هنا متعبه الذي قادم السيب بن علي بن جمعة الرميثي. والمركز الرابع لنا عودة مباشرة بالأسماء الذي تتقدم من موقع إلى موقع. وصل الدمعة عبيد بن سالم بن راشد الاكتبي الذي يرافق لنا المستوى الرابع، ولكن الدخول الذي طرى وجرى الغدوم من قبل السياد. هناك سلطان بن خلاب خادم الرميثي. والمركز السادس من الجانب الآخر نتعرف إلى رباط الذي قادمه عبد الله بن سيب بن يولا القمزي. هذه النتيجة أيها الحمل الكريم، عدينا ملخص الشوط الست الأوائل عدا وتقديما ومتابعة، ولكن كالعادة مصورا له جزيل الشكر. يتقدم من الأسماء الذي قادمه ويتابعنا الأشعارات الذي واصله. إذن عودة إلى ركب البداية، عودة إلى صدارة الشوط، نسير إلى أشعار المشيخي الذي يطير إلى مقدمة الشوط، يسير مباشرة نحو هذه الصدارة المتميزة. الإبداع ما شاء الله متميز الغاية. هالي السلطنة حاضرين يتقدمون مع أميرة الذي متسيده إلى الصدارة، من يرافقها إلى صدارة الشوط. إذن جاسم بن عامر بن سعيد المشايخ الذي يتقدم بالانفراد المبكر ما شاء الله بالابتعاد المتميز، نقله إلى المستوى الثاني. عودة جميلة إلى وصايف الذي قادم بكل الانطلاقات المتميزة، يتابعها عبد الله بن محمد الرميثي على المستوى الثاني. نعود مباشرة إلى المستوى الثالث، عودة جميلة بالمتابعة. نتقدم إلى دمعة عبيد بن سالم بن راشد الاكتبي على المستوى الثالث، ولكن ما شاء الله السياد الذي تتقدم سلطان بن خلاب بن خادم الرميثي على المستوى الرابع والمركز الخامس. نعود مباشرة ما شاء الله، وصلت دمعة الذي قادم قدومه جميل، ولا من تحمل رقم 16 رباط الذي قادمه عبيد بن سيب بن يولا أو عبد الله بن سيب بن يولا القمزي على المستوى الخامس. بنكتفي بهذا القدر ولا بنعود إلى المركز السادس. وصلت متعبة، يتقدم هناك أبو محمد سيب بن علي بن جمعة الرميثي المتقدم بهذا الشعار الآتي. هذه النتيجة يا أخوان، هذه النتيجة يا من تتابع، ولكن روح بي الأشعار المشايخي، روح بي الأشعار هناك على الصدارة. الله الله، الانفراد مبكرا، الانفراد جميل الغاية، من يتابع الصدارة، من يطير إلى مقدمة الشوط بأول رحلة أشواطنا الأبكار المهجنات الأصايل. أميرة أميرة بالفعل، إنها أميرة الذي تطير بإنجاز المعتاد. تبى تسلم على أهل السلطنة، على أهل ميدان هناك
ميدان الكامل والوفي الذي يتقدمون بهذا المسار. إذن دير بالك يا أبو عامر، الأداء متميز ما شاء الله على مقدمة الشوط الانفراد مبكرا، الصراع مميز للغاية. إذا بناخذ جولة جميلة للغاية نتابع الفرق الشاسع، العودة إلى المستوى الثاني، وصلت أسياد الذي قادمه، سلطان برخلب خادم يتقدم إلى المستوى الثاني والمركز الثالث. نشوف والله من على بعد الأسماء، أشوف من على بعد الكل بدأ يقترب، الكل واصل نحو ذي الصدارة، ولكن خلاص قدمنا قدمنا، روح بمع السبوق الذي تريع أعصابك، تنشهر بين طارية لو تعشيها يا أبو عامر على ثيابك ما تضيع مروتك فيها. العودة إلى شعار المشيخي، عودة إلى أميرة الذي قادرت من لافتة 1500 متر بدون أوامر تذكر، الانفراد مبكر ما شاء الله مصورنا يقول لي تقدم إلى الصدارة، حيث أني يبقى أشوف يبقى أطمش يبقى أطالع هذا الأداء ما شاء الله. شكرا يا محمد الخضر الذي يرافق بداية المسار، رافق أميرة مصرة مصرة منذ انطلاقة الشوط، مسيطرة سيطرة تامة، سيطرة جميلة. سلام لأهالي بدية، السلام لأهالي بدية بالاغتراب لكن شد الحيل يا جاسم يا بن عامر يا المشايخ، دير بالك بدينا بالاغتراب، بدينا نشاهد هذه اللفتة، هذا الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، الاتجاه إلى وين؟ إلى المقصورة الرئيسية، ومن بعد إلى السلطنة، إلى ميدان هناك بدية، ميدان بدية الذي حاضرين المشاركة. نعود إلى المستوى الثاني، عطني هناك أسياد الذي قادمه، سلطان برخلب بن خادم يتقدم بالمستوى الثاني والمركز الثالث. والله أشوف أشوف الأسماء الذي قادمه، أشوف الإشعارات الذي واصله، الكل قادم، ولكن وين البداية؟ أروح معاه، أروح مع أميرة، أروح مع أميرة، شد الحيل، شد الحيل يا المشايخي، الكل واصل، الكل واصل، الأمور يبدو لي بخطر. دمعها الذي قادم على المستوى الثاني والمركز الثالث، ارصد هناك، ارصد التحرك، ارصد المسار، يا له من ابداع. حبيبه حبيبه ابراهيم بن حمدان الذي قادم باول ندى، اول قادم باول ندى، يا سلام يا سلام. الأعديني قادم بقوة من ميدان الهناك، من ميدان الطائف، إذا ما بدوني. إذا سلام لأهل المملكة العربية السعودية، إذا صح التعبير. الله الله الله، شوف هذا الأداء الأخير، السلام يتوجه، حبيبة حبيبة يتقدم أبو حمدان للصدارة، يطير بإنجاز المعتاد. سلام وتحية من يرافق البداية، إذا إبراهيم بن حمدان بالرضا. الأعديني صباح الخير على هذا الأداء، اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة، سلام وتحية. ولكن شوف شوف الأمتار الأخيرة، شوف الأمتار. إذا تهانينا والناموس في المركز الأول، التهنية لمالك حبيبه إبراهيم بن حمدان بن رضا الأعديني، شكرا على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني بنتابع من خلال الشاشة، حيث أنه هناك الدخول الذي طرى وجرى حتى ذي اللحظات ما شاء الله تبارك الرحمن، العودة بالمستوى التوقيت الجميل والمتميز، ولكن بناخذ مركزنا الثاني. تهانينا إذا المركز الثاني من تحمل الرقم 15، هناك دمعة قدمت على تشكر عليه عبيد بن سالم بن راشد الكتبي. والمركز الثالث التهنية موصولة لأميرة جاسم بن عامر بن سعيد المشايخ. والمركز الرابع تهانينا لسلطان بن خلاف الرميثي. المركز الخامس تصل في حاملة رقم 14، التهنية موصولة لمحمد بن ناصر بن عوضي المنهالي. المركز السادس تصل في حاملة رقم 17، عندك يا متتابع إذن فرج البن سالم المحرمي، تهانينا للجميع. التوقيت الزمني 7 دقائق 49 ثانية، والتوفيق للجميع.